عسلامة، مرحبا بكم على قناتنا الخاصة قناة جوكير التونسي. كما تعودتوا في كل يوم عندنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. بموضوع اليوم باش نحكيو فيه على رانيا التومي، معناتها باربي تونس. باهي كما نعرفوا وتعرف الناس الكل انه رانيا التومي انجاجي، معناتها عندها شكون في حياتها وما شاء الله عليها وعلى زينها. ما نصورش رانيا التومي تقعد بلاش شخص في حياتها، وتستحق كان كل خير، وتستحق أشب إنسان في تونس أو خارج تونس، لأنه ما شاء الله عليها بالمنجد باربي تونس. وأبار إنها باربي تونس وأبار إنها مزينة، عندها أخلاق عالية وعالية جدا. كما تعرفوا إنه رانيا التومي بدأت من الصفر، معناتها بدأت ديجا وهي تقرأ، وتعاون في روحها بشوية بشوية، وبديت ليها عرض الأزياء، وبديت كل مرة تخدم حاجة في التلفزة، مرة في الجمهور تصفق، مرة لين تلانسيت بشوية بشوية. من بعد شاركت في كونكور نشر جوية، بعد المفيد أي برنامج تشارك فيه تنجح فيه، خدمة كرونيكوز، خدمة في داري ديكو، ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها. وين تحطها تلقاها بنية محليها، شارمونت على الآخر، خدمة على الآخر. صرحت مؤخرا انه انجاجي ديجا، معناتها مخطوبه، وقالت كما جاتش الكورونا كنا باش نعرسوا في الوقت هذيك، لكن للاسف بحكم الكورونا اجلت. لكن قالت حاجه بين قوسين، قالت انها تخاف برشا من العرس. قالوا لها شنو الاشكاليه اللي يخليك انت تخاف من العرس وتوصل بريود العرس بالضبط وتفرش كل شيء وتبطل من الراجل وترجع للصفر؟ شنو السبب اللي يخلي رانيا التومي تخاف على سو بوان من العرس؟ قالت لهم هذه بالحق اشكاليه كبيره عندي، ونعاني منها عندي مده طويله. تخطبتش مره ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، تخطبت برشا مرات ونوصل للعرس بالضبط ونبطل. هذا اللي خلى برشا ناس حيره في سبب علاش رانيا توصل للعرس بالضبط وتبطل. علاش ما تبطلش قبل بمده من العرس؟ علاش ما تعرسش؟ شنو اللي خليها ترفض العرس؟ اسكاندا شوك، اسكاندا حاجه بو كبش فيها ليلتها نوفل، وقالها تحكي لنا البروبليم اللي عندك مع العرس شنو. وحكيت راني، قالت انا انسانه ما نجمش وما نطيقش المسؤوليه. بالنسبة للزفاف عندي أنا مسؤولية، ومسؤولية كبيرة برشا، وأنا مازال بكري عليا، ما نجمش نتحملها وما نجمش نتحمل عبء صغار، لأني نخزر في روحي مازلت صغيرة. أنا إنسانة مدلة ومدلة برشا، ما نجم نقوم بحد شيء، خاصة تويكا معناتها في بداية مشواري في العمل. نحمد ربي أني بديت نركز وبديت ننجح في العمل متاعي، نخدم مسرحيات، نخدم تمثيل، نخدم كرونيكوز، نخدم تنشيط، نخدم في كل شيء ما شاء الله. قالت إذا كان أنا باش نتزوج، معناتها حاليا باش تكون عندي مسؤوليات كبيرة وكبيرة برشا بين الدار والخدمة، وما نجمش نوفق بينيتهم. هوني يا باش نوفق في الدار يا باش نوفق في خدمتي، ما نجمش نوفق بيناتهم. وانا زوز معناتها هما تسميو حاجة مهمة في حياتنا، وانا كما قلت لكم مازلت بنية مدلة ومدلة برشا، مازلت ما عنديش المسؤولية، ما نجمش نتحمل مسؤولية صغير، معناتها كيف نجيب صغير ما نجمش نربيه، ما نجمش نعتني بيه، او ميم طون اون باراليل نخدم كيف كيف، ما نجمش تلهي براجلي. هذيك اكثر حاجة اللي تخليني انا ديما شوكي، وني يقرب العرس وان انا نبطل. وهذه العقدة اللي خليت عائلتي معناتها تتعب منها برشا، على خاطر كل عائلة يحبوا بنتهم تستقر، وكل عائلة يحب يفرحوا ببنتهم، وكل عائلة يفرحوا بزفاف بنتهم. ما لقاوش معايا حتى حل، لانه انا بيدي الحكاية هذه، معناتها فاتتني ما عادش نجم نتحكم فيها. قالها نوفل ما تخممش تزور بسي يعاونك في الحكاية هذه. قالت له بوركوا با، اذا كانت مادية الحكاية اكثر من هكا نجم نزور لبسي ويحاول يلقى معايا سوليسيون للمشكل، لانه المشكل هذا هو اللي يقلقني ويقلق العائلة الكل. قالوا لها بون هذا معناتها اللي معاه انت تويكا، شنو كيف كيف باش توصل للعرس وتبطل ولا؟ قالت لي دي تو هذا نحبه، ومش نحاول على خاطر اني نحبه نتحمل المسؤولية ونكون انسانة مسؤولة على داري وصغاري وعائلتي. لكن بحكم بدايتي في المشوار في العمل نحاول نأجل معناتها المولود مش تويكا، نحاولوا مديد القدام، ما نعرسوش ديريكت ونجيبو صغير ديريكت. قالت انه رجلها يخدم البرة ويعيش البرة ووالد البرة، لكن ما رعنا انه رانيا تومي كانت ضيفة موزايك
بيريود هذه الاسبوع هذا، وصدمت الناس الكل وقت اللي يحكيوا مع على معناتها الكوتي العاطفي، وقالوا لها قلت اللي في الصيف باش تعرس ان شاء الله ونفرحوا بيك، لكن مارينا شيء والصيف قريب يخرج. قالت للاسف والاسف الشديد انا والفيونسي متاعي بطلنا، وكل واحد مشى في طريق، وهو ربي سهل له وانا ربي سهل لي. معناتها الناس الكل تصدمت عليه يا راني، واحنا كنا ننتظر، وانت قلت انه المره هذه تحب وتتصور روحك تتغلب على كل معنات الحاجات اللي تشوفها صعيبه عليك ومش باش تسلم في الراجل. قالت للاسف والاسف الشديد هذا المكتوب. قعد يلح عليها المناشط في موزايك وقال لها تقولنا سبب، هي نفس السبب اللي قلت عليه سابقا، خوفك من المسؤولية او فما حاجات اخرى او انكم متفهمتوش. قلت له نو ماهوش السبب هذيك، سبب اخر ممكن نقوله متفهمناش بحكم زوجي، قلت لكم سابقا انه مولود في الخارج وعايش في الخارج ومتربي في الخارج، معناتها في تونس جامي جيها وعاش فيها نو. قالت على كي تعرف عليا انا جاي قعد بريد هوني، حاول يستقر هوني، حاول يتاقلم هوني في تونس، حاول يحول اعماله كل هوني، لكن ما نجمش بحكم عمره ما عاش فيها وتونس فيها برشا عوج، الوغ ما نجمش يتيق وما نجمش يواصل العيشه هوني، قرر انه يرجع للاوروب. هوني حكم عليا اني نختار بينه وبين العمل متاعي الفني، باش نختار بينه وبينه كما ليكس فيونسي اللي خطبني اول واحد اللي خليني نختار بيني وبينه، بين الخدمه معناتها وبينه هو. قالت له لاني زاد لابس بيه ويشوف روحه ملي جون بيان، لكن انا اخترت خدمتي ونجحت فيها الحمد لله، وبعد ما نجحت في خدمتي ولا يحب يرجع لي ولا يشرفوا العمل الفني. قالت هذا مش مشكلته العمل الفني، قالت انه ما نجمش يتاقلم في تونس، تعب حاول بالطرق الكل لكن للاسف الشديد ما نجمش يتاقلم في تونس، وعنده لي زافير نتاعو برا قعدت هامله ما نجمش يعمل حتى حاجه. الوغ الحل الوحيد هو انه يرجع للبلاد اللي تولد فيها وعاش فيها ويواصل العمل نتاعو المجال العمل نتاعو في بلاده اللي هو فيها. الوغ هوني قال لها يا انا يا العمل نتاعك، يعني انا تعرس معايا وتمشي معايا يا تقعد هوني تواصل العمل نتاعي. قالت انا هوني اخترت العمل متاعي بطبيعة وما فماش مقارنة بينيتهم، لانه انا العمل متاعي نختار عليه حتى دارنا. قالت انا بنيت روحي حجرة بحجرة، بديت من الصفر تعبت برشا. قالت وقت اللي عمري 17-18 سنة نشوف البنات يخرجوا كل جمعة يمشي ويسهر ويحوس كل ويكند، هما في بلاصة مرة حمامات مرة بنزرت مرة نابل، كل مرة يمشي والبلاصة، وانا قالت نمشي نفركز في خدمة ندبرش 10-15 في الاسبوع على قليلة نهز بيها مصروف في القراية متاعي باش نجم نقرا، بحكم انه بابا معناتها ما عندوش باش يوصل يقريني. قالت خدمت حتى نصفق ب15 وبعشرة بعشرة الاف عفوا. قالت هذيك الكل مراهش، انا قالت مش مصدقة روحي اني نجحت واني وصلت المجال هذا، وبحكم كما قلت لكم سابقا امني تحياتي اني نركب سيق البابا، بحكم بابا معناتها صار له اكسيدون تقصد سيقه، وانا وعدته اني نركب له سيقه ومش مش نفرط فيه ومش مش نفرط في خدمتي اللي بنيتها من الصفر. الور هوني كي خيرني بيني وبين خدمتي نختار خدمتي، وهو ربي سهل له مع واحدة اخرى غيري. بنقول لك بون كوراج يا رانيا، وربي يوفقك وان شاء الله ربي يطيح بيك ما خير منه، واذا كان يحبك من جد يحاول يضحي ويرجع لك ان شاء الله. نسمع عليك كان الخير. باي باي.